فضيلة الشيخ، لقد ظهر من بعض المصلين حركة جديدة في الصلاة ما كانت تفعل من قبل، فعند بعض كبار السن إذا هوى أحد من السجود اعتمد على يديه أولا، ولكن بوضع ظاهر أصابعه كأنه يعجن، أي على ظهر ثلاثة أصابع منها، وكذا إذا قام من السجدة الثانية. وأما البعض الآخر من هؤلاء المصلين فإنه إذا قام من الجلوس الوسط أو من جلسة الاستراحة وضع كذلك ظاهر أصابع يديه، يعتمد على يديه ثم يرفع يديه ويضعهما على ركبتيه ويعتمد على ركبتيه في القيام، فما حكم هذه الحركات الزائدة في الصلاة؟ المشروع للإنسان أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذكر مالك بن حويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس في الركعة الأولى ثم يقوم للثانية، ويجلس في الركعة الثالثة ثم يقوم للرابعة. وهذه الجلسة سماها العلماء جلسة الاستراحة. ومالك بن حويرث أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه، ولكن هل هو كصفة العاجل أم لا؟ هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك. وقد أنكر النووي رحمه الله في المجموع صحة هذا الحديث، أي أنه يقوم كالعاجل، وبعض المتأخرين صححه. وعلى كل، فالذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجلس لأنه كبر وأخذه اللحم، فكان لا يستطيع النهوض تماما من السجود إلى القيام، فكان يجلس ثم إذا أراد أن ينهض ويقوم اعتمد على يديه ليكون ذلك أسهل له. هذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان القول الراجح في هذه الجلسة، أعني جلسة الاستراحة التي يسميها العلماء جلسة الاستراحة، أنه إن احتاج إليها لكبر أو ثقل أو مرض أو ألم في ركبتيه أو ما أشبه ذلك فليجلس، ثم إن احتاج أن يعتمد عند القيام على يديه فليعتمد على أي صفة كانت، سواء اعتمد على ظهور الأصابع يعني جمع أصابعه هكذا واعتمد عليها، أو على راحته أو غير ذلك. المهم إذا احتاج إلى الاعتماد فليعتمد، وإن لم يحتج فلا يعتمد. أما الهوي للسجود، فالصحيح أن الإنسان يبدأ بركبتيه قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه، حيث قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ونحن نشاهد البعير إذا برك يقدم يديه، وهذا شيء واضح. وقد فهم بعض العلماء أن المراد بذلك أن لا يقدم ركبتين، وقال إن ركبتي البعير في يديه، فإذا قدم ركبتيه عند السجود فقد برك كما يبرك البعير. وهذا الفهم فيه نظر. وجه النظر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال على ما يبرك قلنا لا تبرك على ركبتي، بل قال فلا يبرك كما يبرك. فالنهي عن الكيفية والهيئة وعليه، فيكون الرجل إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. فإن قال قائل يؤيد الفهم الأول أن في هذا الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، فالجواب عن هذا أن هذه الجملة لا تصح، لأنها لا تتلاءم مع أول الحديث، بل هي منقلبة على الراوي، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.
وعلى هذا في السجود يكون على الركبتين. فإن احتاج الإنسان إلى أن يضع يديه قبل الركبتين كما لو كان يشق عليه فلا بأس يضع اليدين قبل الركبتين. الحركة الجديدة لا نقول عليها هو جالس هكذا. نعم. يريد أن يقوم وضع يديه هكذا. نعم نعم هو هكذا. ثم قام. ثم قام. لا يقوم. وضع يديه. يضع يديه مرة ثانية على فخذيه. نعم. لا هذه ما لها أصل. هذه ليس لها أصل. يعني كونه يعتم إذا أراد أن ينهض من التشهد الأول أو من التشهد الأول يضع يديه على الأرض يعتمد عليها، ثم إذا وضع يديه رفع ثم اعتمد على ركبتيه، هذه ليس لها أصل ولا أعلمها واردة في الحديث.